وتحصل تلفزيون النهار على شهادة حية لمن تعرضوا للابتزاز والتشهير، وأكد مكالمات بعض المتعاونين مع المسمى أمير ديزاد الذي استغلهم بغرض التشهير ودعم صفحته. المتابعة في هذا الموضوع لحمزة بن هويس. هل تساءلت يوما عن مدى ارتباط شبكة أمير ديزاد ببعضها؟ هل تساءلت يوما عن الكم الهائل للمعلومات والمنشورات والتهم الملفقة في صفحة أمير ديزاد من كل أقطاب الوطن؟ من يرسل وكيف؟ هل ذلك دون مقابل؟ مستحيل. ولأننا نسعى دائما للحقيقة، هناك من الشهود من تعرضوا للابتزاز والتشهير عبر صفحته بسبب عدم الرضوخ لأوامره وخططه الجهنمية المدعومة من أطراف خفية تريد شراً بالجزائر. مراد بوعكاز أحد أصدقائه القدامى، والذي أراد منه أمير المشي على نفس خطواته ليجعل منه خارجاً عن القانون ومتابعاً في عدة قضايا تشهير عبر الفيسبوك عن محكمة ولاية تبسة. بعد ما يعني تلاعبت بي معارضة الخارج ومن بينها خلية أمير ديزاد، كنت أمشي في نفس المنهاج يعني مثل أمير ديزاد، كانوا أعطيني مختص بمنطقة تبسة مع العلم أني أصلي من تبسة، فقالوا لي أن تقوم بمحاربة الفساد يعني في مدينة تبسة. فقمت ب يعني كما أمير ديزاد، درت صفحة وقعدت نكتب في الناس، والناس تبعث لي من تبسة وأنا نكتب في الناس ونكتب في الناس، لكن الحمد لله أنا ولد أصل، ولد عائلة مجاهدة. بعد مدة طلب مني أمير ديزاد وجمعته أني أقوم بشهادة إلى إذاعة الشرق الأوسط وإذاعات أجنبية منها الجزيرة ومنها القنوات الفرنسية، حبوا يردوني أني كنت ضابط في المخابرات الجزائرية وأن أشهد في قضية مقتل 7 الإيطاليين الذين قتلوا في ميناء جنجن، ويعني أمد أصابع الاتهام إلى المخابرات الجزائرية. فلما رفضت قاموا بابتزازي وقاموا بكتابة يعني مواضيع يعني جد خادشة للحياء. لم نقف عند ذلك فقط، والوجهة كانت ولاية باتنا، أين يتواجد الأستاذ الجامعي بباتنا فاروق عباسي. هو الآخر تعرض إلى التشهير والابتزاز. هي القصة أنه بعد ما قام رئيس القسم بنشر النقاط عبر الصفحة لكريوها، فلها دونك من بعد بار لا سويت يا با سادي واحد تروا بروفيل هما اللي بداو يستعملوا كلمات دنيا. فوالا دونك هذه هي اللي نقدر نفيدكم بها، وبالتالي احنا لهنا نطلبوا من السلطات باش يابروفونديو في الاجراءات وباش نرضوا هذا الشيء. ولاننا نسعى لكشف المستور، استسقينا من مصادر موثوقه لمتعاملين مع شبكة أمير ديزاد مكالماتهم عبر الفيسبوك، والتي تصب أغلبها في خانة التشهير والابتزاز. حجج ودلائل تبرهن عن مدى استغلال مرتزق الفيسبوك أمير بخرس، الذي يلعب على حبل تهميش الفئة الشبانية بمواضيع تنشر الاحتقان حتى في المؤسسات الأمنية. فهل يعي متابعوه أنهم ضحايا أكاذيب ومشاهد تمثيلية لشاب سمح في أعز مخلوقين أمه وأبيه ولم يبالي يوما بهم؟ فكيف بك يا متابع؟